السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. نعم، بهذا الفيديو إن شاء الله رح نلعب محاكي المزرعة ونكمل خطتنا المليونية إن شاء الله. طبعا الخطة رح نعمل هدف، تمام؟ الهدف اللي نوصل لعنده بنسكر الماب، تمام؟ هيك أفضل مشان نضل هيك نغير مابات، تمام؟ لأن إذا ضلينا ماشيين بدون هدف رح نضل ماشيين بدون يعني شلون يقولوها؟ الذي يسير بدون هدف كأنه ميت موقف التنفيذ. صح بحكم معلم، صح بحكم، مش لك بالحكي. المهم خلينا نبدأ الآن مشوار المليون، لأنه حطينا الهدف هو المليون. فإن شاء الله هيك بكرة نجيب لكم اللوح نحط لكم عليه، بنكتب لكم الأهداف اللي رح نعملها بكل لعبة. إيش رأيكم بالموضوع هذا؟ حلو. المهم الهدفنا هو نوصل لمليون، أو أنا ما بدي هاي، خلاص مو ضروري. أنا أساسا بسمعكم وأنتم بتسمعوني، نحن بنتفق مع بعضنا. طبعا مثل ما قلت لكم بالفيديو الماضي، اذا وصلنا لل 10,000 مشترك رح نجيب لكم دريكسيون ونعلمكم شلون بنسوق عليه، رح نطلع شوفيريه، انتوا بتعرفوا. هلا احنا معنا 500 باخر فيديو. اتذكر اخر شيء انا عملته جبنا حصن، اساسا نروح نجيب لهم اكل. صح، تعالوا نشوف الحصن ايش بدهم اكل. الحصن بدهم اول شيء هون بدهم شويه نشاط، ما في مشكله، بدهم ووتر وستري. بدهم ستري، عنده ستري، بدنا ماكينه، ماكينة كأنها هو، والله كأنها هو زي هيك الحكي. وبدنا اوت وهاي، نعم كل هذول. رح نستأجر ماكينة اللي بتسوي الستري، تمام؟ وهي نفسها بتسوي الهاي، ما هيك كانت صح؟ اي صح، هي الماكينة نفسها تسوي ستري وتسوي هاي. وراح تستأجر تريلا او نشتري تريلا، او ما يصير نشتري واستأجر. معناته يا معلم افضل اشي هلا بالوقت الحالي بنجيب لهم مي، هي اهم اشي. بنروح بندورنا على تريلات المي اللي هن موجودة هون. هي في هلا هي حق 10,000، سعرها كويس مناسب صراحة، تنقل أشياء مي وكتير أشياء جميلة، بس 19,000. بس في التانية اللي هي هون، وينها هون أتوقع لازم تكون، يا ليكا 25,000. رح نروح على البنك، شوفوا رح نروح على البنك ندين منه 10,000، أقرضني 10,000 معلم، تمام؟ بعدين بنروح على هون ونشتري يعني اساسا حاليا بالوقت الحالي هي وبتكفينا، ما عندنا اساسا مصاري كثير، تمام نكتفي بهذا الاشي. وبعدين ايش بدي اروح اسوي؟ عجب التراكتور يتعدل، طبعا رح اروح اجرب هذا التراكتور اشوفه اذا يتعدل يتركب له هاي الشوكه. بنجيب كمان معنا وحده ستري، لا ستري ما نستفيد منها، خلينا نجيب هاي، نجيب هاي. الستري خلي مدوم ستري هلا، ما هو مشكله. طب قبل ما ندور خلينا نشيك على الارض نشوف العالم شو عم تشتغل. وهذا الاساس بدنا نجيب له ماكينه. هذا بده تفضيل. تب. انت الحيله والفتيله، والله اللعبه بدها شغل، بدها واحد مخ شغل مخ. بدنا نزرع اوت، صح. خلينا نلف هذا من جنبه هيك، بنلف من وراه، هذا يروح. مع انه غلط هو، بتعرفوا ليش؟ بالك وينه؟ وقف حجي، وقف طولي بالك شوي. انت شغلتك كثير بكير. تروح عمو امشي. بالك انت ضربناك من ورا الدولاب، يعني لازم نجلسك، تمام؟ اوكي نروح بالبيك اب، يعني ما ضل اساسا تسع كثير. هلا في ماكينه تبعيد السماد، بدنا مصاري كمان، يا الله على المصاري، اذا ضل اجيب بالمصاري، الله مسلم، مسوي لك عقدين ثلاثه امورنا لوز. الله لازم، تمام. تمام خلاص، تمام. هلا بنشوف هي وين بدنا نبيعها، وين اسعار جميله. معنا قمح 550، والله سعر حلو. روح عبيه هون بيا معلم. عن الهويدر ما بعرف فين، المهم انا وشو عابين نكمل، نروح بنكمل الحمل نروح نبيعه. لازم نشتري ماكينه السماد، لازم السماد اهم شيء، لانه السماد بيخلي الزرع بيكتر. واحد اثنين في له عقود كثير حلوه، يعني بتيجي عليه عقود كثير غاليه وكويسه، فلازم نستفيد من هذا الشيء. يب لازم نستفيد. بس خلينا نعبي اول شيء، تمام انت امورك تمام. الان بدنا نروح نبيع. وين قلنا مركز البيع؟ وين البيع؟ هاري بور، وين هذا هاري بور؟ هذا وين؟ ايوه بدنا نطلع من هون ننزل هيك. اوكي مان، ليتس جو. شت لازم داخل من هون، يا الله غلط هاي،
لازم داخل من المفرغ. اتس اوكي. اي مفرغ، اي مفرغ. ارجع 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 ارجع. صحيح الفرين بهي لعبة وين؟ سؤال جميل صح؟ يمكن طرحه. الفرين وين؟ انا وانا مرة كبست فرين عم بكبس على ايه؟ والمصدر اكيد ما يفرين يعني. حتما يعني. كويسة كويسة. 5000 شوي، 4800. يلا لا بس. معلم لا بس لا بس. جيدة جيدة. هلا بنروح الشوب نشتري. يلا اذا جبنا ستراي، المشكلة اذا جبنا ستراي، ستراي بده تفريش، بده فرم، اكيد فرم. صح صح. بس في حل تاني، شوف في حل تاني، نشتري شفاط. تمام؟ بيلم الستريب بس ما ضل بستريب الارض صحيح؟ عم بفكر لكم بحل فقود بالك لو. كلمني حبك سيدتي يا غلى الاحساس. تراراراررم ترم رم رم. والله ركبت. نايس. بدنا نجيب له اول شيء، بروح شوفه هون بالشوب موجود. هذا بيركب له هاي الحديدة؟ ما بيركب له الحديدة، فإذا ما رح نستفيد منه نركب له هذا المنكل. فإذا بنركب له الشفاط. اقتراح جميل، حقه 5000، والله رخيص له. خلاص نشتري شفاط. توقع يركب عليه لما يركب عجب. سؤال جميل كذا صح؟ والله التراكتور نكبة قسما بالله العظيم. بفكر أروح أبيعه وأخلص منه. ما منه فايدة. حياة الله. وين المي؟ ما في مي. حلو. بناء على ما تقدم انا راح اركب بور حنفية مي عندي بالارض. تمام؟ عشان ما ضل رايح جاي رايح جاي ومعذب حالي وما بعرف وين مكان المي اساسا. فراح اركب واحد جنب الخواريف، جنب حتى ركتور نكبة قسما بالله العظيم. لا بيتركب شيء من قدام ولا يتركب شيء من ورا، لا يتركب له رافعة. مساري ما في. بس ايش بدنا نسوي بالمصاري اذا جبناهم؟ لازم نستثمرهم، لازم نستثمرهم، ما يخلي المصاري تضل جامده في ايدنا، ما بصير. هذا هو الاستثمار، تمام؟ هلا اول شيء خلينا نصف التريلات بشي مكان مشان نعرف ان هون موجودات دائما. بنروح نصف هي تريله هنيك جنب ال جنب ال ال الشيطان له اساسا تعبت. حصاده. كمان صندوق قدم فيه صغير كتير. تمام. عدلنا شوية تعديلات لانه العشب بيخرب اذا ما زبطناه، فلازم نصلح. هذا ابو التراكتور طاير طيران صاحبنا. قاعد يحصد ويكبر، يحصد يحصد ويكبر. ايش رايكم نروح نبيع هاي كمان بالمرة؟ بس ايش نسوي في المسار؟ 10000. يلا ما نسوي شي 10000. 5000 ما يطلع 10000 حتى بحياتنا توصل 5000. 10000 من وضع عنده غير رجعه. نستنى شوي خلينا نروح نشوف لنا نركب لنا حنفية المي ونرجع. تمام تمام. طبعا هون بهي الماب راح نركز نستخدم الشغلات اللي نحتاج لها فقط، ما راح نركب كل شيء ما نحتاج له وبس مشان نتعلمه او هيك، فهمتوا شلون؟ فلازم نركز ايش بدنا نساوي. يا اخي وين هذه الحنفية؟ من هون. هيك هو افضل حل نحطه، بس ما بدي اسكر. خلص نحطه هون بالبوش. تمام بالبوش بالبوش. صار ايش بدنا نسوي؟ يطلع معنا 1500 ايش في؟ ايش انا ركبت بورتي كوازي هي خرطوم مي مدينة. والله معلم وصلنا نحسب اهمية المصاري معلم على القرارات الجديدة اللي عم نتخذها بحق نفسي. بنشوفك في نهاية الارض معلم. هلا بدنا نروح نشغل حصاد بغير مكان عشان نستفيد منها. مكان بدنا نشغل مخنا. والله بانه خلص بس فضي معلم. هلا بنروح نمسك عقد. وين العقود ليك؟ طبعا انا قلت لكم في مود نزلته اللي هو راح يساعدني امسك عقدين سوا. تمام. هلا هو طالب حصاد بالرقم 14 وين صارت 14؟ طبعا اهم شيء الارض ما تكون كبيره، بروح اموت فيها ليك. والله جري قريبه من الارض. ايش رايكم فيها؟ والله 14 حلوه. 2500 طيب بنفكر فيها بنرجع لك بعدين. بطاطا ماني مصلحه. هون الحصد مع النقل رقم ار 29، بس بده تسجل له ماكينات. ار 29 مو وين ار 29؟ اوه كبيرة كتير. خسارة معلم. ظلنا 15000. ايش رايكم؟
يعني 15,000 تروح منه 5,000 كمان إيجار نقليات وشغل وهالشغلات هاي. بنفكر نرجع لك بعدين. لا هون بده بالأرض 15 هاي والله الأرض 15 معلم. تستأجر هدول الماكينات ونقول له روحي حط 1000 ضرب جبنة 8,000 فيها مكسب. ها والله فيها مكسب. وهي القطن فيها مكسب كمان. ها 16,000 حلوة. 16 رغم الأرض 16 وينها هاي. طب شوف أول شيء رح آخذ العقد هاد. هذا شو هذا؟ شوفوا شلون هذا بس ترش له سماد يعطي 10,000 بس ترش سماد. والله سلوري هو سماد نفس الشيء يعني. شوف في عنا عقود كتير حلوة. رح ناخذ أول شيء أول عقد اللي هو مو هاد. لا مو هاد بين وينه هاد. توقع إنه المعدات صارت موجودة عندي. آه ليك عليك ليكي 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 من مدي عين عليك. والله 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 من وين رحتي وما جيتي. طبعا في شيء مهم جدا انا بس خلينا نشوف وين الارض اللي كنا احنا اخذنا عقدها. والله نسيت الارض رقم 29. 29 هي ورانا. طلع لي على اليمين على اليسار شلون طلع له؟ قال لي ما بيعرف انه انا معلم بشتغل على حصادي. طبعا هلا بنشتغل عقد هون عقد هنيك بنظبط امورنا لا تاكل هم. يعني ان شاء الله بين ما نخلص الفيديو هاد يعني تكون لمينا لنا شوي. او خلينا نشغل الماكينات ونتركه للحلقه الجاي بنكمل شغل. تمام اني ما راح نطول كتير بالشغل هون اساسا ما ضل وقت. تماما هي هيك عرض 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 لف 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 ايوه تمام ايوه تمام ستوب لف لي هاي افتح لي هاي الماكينه مو هي شلون كانت تفتح بالاكس درجت كده تمام تمام. هلا الشيء اللي قلت لكم راح اعملته بالفيديو الماضي وانتم ما قلت لكم عليه انه انا صرت اقدر استاجر امسوي عقدين سوا واللي هن راح تشوفوا شو العقد الثاني. هلا العقد الثاني هنا هو قلنا بدنا نمسكه هنا هو. لا مو هاد ولا هاد. لا ولا هاد ولا ايوه هاد هاد. خلينا ناخذ هاد. هذا 1500 بدنا نروح منه 1500 فيضل عندنا تقريبا شيء 8500. قلت 8000 راح يضل هون 1500 نفس الشيء 15 و31. طيب 15 و31 اين هي اكبر؟ 31 لا والله 15 الارض 15 اشرف. كمان طالب حصادي بالارض 23 بس طول بالك اول شيء خلينا نروح على الارض 15. لا الارض 15 وين صارت؟ اه تمام ها هي. طيب خلينا نمسك هذا العقد. تمام طبعا هون ايش بده؟ بده سلوري او منور او ليد. تمام 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 خلينا نشتري له السماد اللي طالبه هو. اوه وين راحت هاي؟ تعي انتي وين راحت هاي التنكي؟ عم نقص منها شوية يا زلمي. ستي بالمية بس؟ والله عادي اتس اوكي مان. وين العقد كان هذا؟ بقينا ارض رقم 15 ما؟ اه تمام الارض رقم 15. الارض رقم 15 ليك تمام. روح تيسر يا معلم اتكل على الله روح. تذكرت هاي الدركتور تبعي كمان لازم اشغله بارضي سريع سريع. يا ماذا بعطيني اياها التناقص مظبوط؟ طيب عبي عبي ايش بك. تمام معلم هون تمام الشغل بس هون لازم نرجع لها بعد شوي مشان ما يطير الرصيد كله. بس هون في شغله عندي تذكرتها. اه هاي السواقين عم بيستنوا. بي 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 بي. لا انت وقفي لي هون رايت ثم انا ارجع لك لان عم فكر في شيء ثاني لازم نعمله. انت يا البي كوم تعال هون صف بوردة. تمام تماما هذا هو الامور. هذا تقريبا تمام. ناخذ السيارة او قبل ما ناخذ السيارة خلينا نشوف ايش قدر فيه. هذا فيه شوي. طيب تمام ناخذ السيارة وبروح بنصفها جنب ال شو اسمه جنب هاي الحصاد اللي هون. اوف 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 ضابطين ركبة الشوفير العادي. كانت هذيك المرة فوق الكرسي بارك يعني مو فوق الكرسي فوق رصيد الكرسي. تمام ما ضل عندي مصاري. تك 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 كمان سكر طريق كمان يكون وقف لو قال لك نرجع لك فيما بعد. او انت يا معلم اظن بتكفيك هاي بدنا كمان. المهم رح نكتفي لهذا القدر بهذا الفيديو ان شاء الله. بالفيديو الجاي رح نكمل شغلنا ان شاء الله نكمل مسك المشاريع شو شلون ورجيتكم انه نقدر نمسك اكثر من مشروع بنفس المود.
وبس طبعا هذا المود تلاقوه تحت صندوق الوصف، مو صندوق الوصف، ملف اكسل موجود بقلب الملف الاكسل بس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انتظرونا في يوم فيديو جديد وحلقه جديده. مو كل يوم راح يكون، راح يكون يوم ايه يوم لا فيديو، تمام؟ لمحاك المزرعه، تمام؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحيح، قبل ما اقول السلام عليكم، يوم ايه يوم لا محاك المزرعه. واذا بدك تشوف فيديوهات ثانيه عن ببجي وفورتنايت، العاب ثانيه عم بلعبها، بامكانك تروح تتابع قناتي الثانيه تحت في صندوق الوصف مكتوب اسمها سيلفستر، بامكانك تشوف عنها فيديوهات ثانيه راح انزل عنها بشكل مستمر. وراح اشيل محاكي المزرعه واعزلها، يعني ما احكي المزرعه هي القناه بس لمحاكي المزرعه بس، تمام؟ بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انتظرونا كل يوم فيديو جديد، مو كل يوم، انتظرونا يوم ايه يوم لا فيديو جديد حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.